شرف بالنسبة إلي أن أتحدث في مؤسسة المشروع اللي هي وارثة هذا المسار وأملي أن يعني تقوم بمهامها، وعندي اليقين بأنها ستعطي الكثير، لأن ما ينقصنا في الحقل السياسي هي هذه النقط، مراكز بالمعنى فضاءات للتفكير وللحوار حول قضايا أساسية طرحت لحقب طويلة ولا زالت تنتظر. ما كنقولش أجوبة، ولكن تنتظر مساهمات. فهذه المسألة الأولى التي كنت أريد أن أشير إليها، التفكير في السياسة تقليد أساسي في العائلة الفكرية التي ننتمي إليها إلى حدود اليوم. التفكير في موقعنا، في ما نفعله، ما نفكر فيه، الأبعاد دياله، ما عمرها ما كانت سياسة وهي فقط جذورها فكرية، مضامينها فكرية بعمق، ولا تقتصر في مناورات وعلى تموقعات. غير اليوم فعلا أهمية جلسة مثل هذه وأخرى اللي نجي مع إخوان وأخوات، هي أنه كيتطرح سؤال: ماذا يعني أن نفكر في السياسة اليوم في ظل المستجدات؟ لأن هناك مستجدات، هناك خريطة اجتماعية تتغير باستمرار، هناك خريطة كذلك مؤسساتية تغيرت بشكل كبير، وسنناقش هذا النوع ديال التغيير، ماذا يعني التغيير إلى آخره. اليوم التفكير في السياسة، وخا النصوص كثرت، النصوص كثيرة اليوم، كانش عندنا سابقا أعمدة نصوص مقالات بالوفرة التي هي موجودة اليوم، ورغم ذلك نشعر بالفراغ، ونشعر كذلك بأن الحديث السياسي ولا عنده مضمون آخر، ولا عنده وضعية أخرى. فأظن بأنه يجب إعادة الاعتبار للحديث السياسي، للقولة السياسية، للحوار السياسي. هذا هو جوج كلمات اللي بغيت نبدأ بهم، اللي هي يمكن تطور فيما بعد. العلاقة بالموضوع السياسي هو العنصر الموحد للأنشطة والتأملات اللي يمكن نوصفه ما أنجزته بتأملات وبأفكار. الموضوع السياسي موحد لكل هاد المكونات اللي استعرتي. أحيانا التحليل يفرض نفسه، أحيانا البحث الميداني هو الذي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة، أحيانا النص الأدبي هو الأكثر قدرة على التعبير على أفكار، على أوضاع، وبالتالي لم أشعر بأن هناك اختلاف ما بين المستويات، لأن السؤال الرئيسي المركزي
الموحد مرة أخرى هو سؤال السياسة. وأعيد السؤال الذي طرحته قبل قليل، ماذا يعني تفكير السياسة في المجتمع بحال ديالنا؟ والآن في أوضاع عشناها تغيرت من فترة لفترة، كتغير الأسئلة، كيتغير الحق السياسي، كيتغير الحق الثقافي الذي يتقاطع معه بقوة. وبالتالي المسألة السياسية، الكتابة في السياسة، التفكير في السياسة، الفعل السياسي، حتى الفعل السياسي جزء من هذا. وكاين أشياء اللي يمكن نرجع لها فيما بعد فيما يتعلق التفكير، الكتابة والممارسة السياسية. هذا إشكال قديم، وتصرح العديد من المثقفين من مستويات مختلفة، من الرموز الكبرى ديال العلوم الاجتماعية والرموز التاريخية ديال العلوم الاجتماعية، الأبسط المثقفين اللي يقومون بأبحاث ميدانية محدودة.